السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا مع بعض نعمل حمام سباحة ونستفاد إن شاء الله منه. أقول له أنا عايز أعمل فلور، تمام؟ دي الأرضية بتاعة حمام السباحة، أختار الشكل اللي أنا عايزه أهوت، تمام؟ وفي النص هنا هبدأ أفرغ الحمام السباحة بالشكل دوت حسب الأبعاد اللي أنت عايزها، وأقول له موافق. ده موجود في ليفل واحد، تمام. انا لو هعمل الارضيه بتاعت حمام السباحه فلازم هنزل شويه، اقول له انا عايز اعمل فلور تاني، تمام، واقول له انا عايز اعمل ريكتانجل، او ممكن اعمل له بيك للخطوط، تمام. اوفست خليها اوفست مثلا 200، تمام اهوت، وهبدا ارسم من هنا، هدوس تاب عشان يعملوا كله مرة واحدة. طيب هنا لازم بقى أقول له إن ده مثلا سالب، خليها مثلا 2 متر، تمام. طيب لازم أعمل سلوب، لازم يبقى فيه ميول بالشكل دوت، وهاجي هنا أقول له أنا عايز السلوب بتاعي مثلا الهاي هنا، هخليه مثلا ده سالب متر، وده اتهد سالب 500 مثلا، تمام اوكي. طيب تعال نشوف السكشن اللي دوت عامل ازاي. سوري، جو تو فيو، هيطلع معايا بالشكل دوت اهو الميول، بحيث ان اي سوينج بول بيبقى فيه ميول، بحيث ان هنا تبدا تتجمع الفترات. وكمان لو واحد مثلا ما بيعرفش يعوم ممكن يفضل موجود في الحته ديت لو شخص صغير او كده، وهنا بيبقى فيه عمق اكبر، تمام. فدي البدايه بتاعتي. بعد كده هاجي ارسم الحوايط، اقول له انا عايز ارسم مول، هنا بيقول لي من ليفل واحد، هقول له مثلا سالب 2 متر ونعدلها مفيش مشكلة. وبعد كده ديت ممكن تبدأ اي حاجة، لان احنا كده كده هنعدل كل دوت 3 متر، تمام. وابدأ اقول له انا عايز ارسم الحوايط، تمام، وهاجي هنا اروح دايس على التاب يعملهم لي كلهم، تمام. هنا يعملهم من الوال سنتر، لا انا عايزها من الفينش تاب بالشكل ده. خلينا ندخل بقى في 3D. اعمل سيرت على الهايت ان انا هعمل دراج اند دروب كده، وبعد كده افلتر، اقول له انا عايز الوول بس، وهقول له انا عايز اعمل اتاش للسقف اللي فوق، وبعد كده هقول له اتاش للبوتوم للسقف الفلور اللي تحت كده، ظبط معايا حمام السباحة. دلوقتي بقى عايز احط المية، تمام، فهختار الحيطة من الحوايط اللي هي في الجانب اللي هو في ميول، هو ده اللي هيبقى الورك بلان بتاعي. هقول له ست، واختار دوت، تمام اهوت، ده اللي انا هبدا اشغله. ومن ارتكشر اقول له انا عايز كومبوننت، بليس كومبوننت عشان نبدا نحط الميه، تمام. موديل ان بليس، وممكن نختارها مثلا كفلور، وابدا اعمل اكستروشن، اختار ديت والحته ديت ودي ودي، تمام، واقول له تريم لو في حاجه مش واصله، واقول له اوكي، وابدا بقى اسحب حمام السباحه لحد هنا، تمام. طيب
دلوقتي هبدأ أظبط الماتيريال للعنصر دوت. فهقول له أنا عايز هنا ماتيريال، هبدأ أعمل كرييت نيو ماتيريال أسميه ووتر، الووتر دوت هدخل هنا أقول له أنا عايز أحط له ماتيريال معينة، تيجي من هنا تختار مثلا ووتر، هيجيب لي الوتر الموجود، هقول له مثلا ريبليس الإديتور، فيبدأ يجيب لي الوتر بالشكل دوت، أقول له أوكي فينيش موديل تمام. وهاجي هنا أقول له أنا عايز أشوف ده رياليستيك، فتبدأ تشوف الوتر اهي، تقدر تدخل تعدل الخصائص بتاعت المية زي ما انت عايز.